أسرار مؤتمر أبل وسرعة الهواتف القادمة وهواوي جريئة هذه المرة. أهلا بك في نشرتك. غدا يوم الاثنين الموافق 7 من شهر يونيو تستعد شركة أبل لعقد مؤتمرها للمطورين للكشف عن أشياء مهمة جديدة. في هذا التقرير جمعنا لكم توقعات المؤتمر. ينطلق مؤتمر أبل السنوي للمطورين WWDC غدا الاثنين، وقد نرى الإعلان عن الكثير من الأشياء. من المؤكد أن يتم الإعلان عن أنظمة جديدة وتحديثات وإصدارات جديدة من البرامج لمختلف منتجات أبل. جاء الإعلان التشويقي للمؤتمر مع صورة ورسوم متحركة لإحدى شخصيات ميموجي تنظر إلى جهاز ماك بوك مفتوح. شعار المؤتمر هو توهج وراقب. فماذا يمكن أن نتوقع من أبل خلال هذا المؤتمر؟ في العادة تخصص أبل هذا المؤتمر السنوي للكشف عن جديدها في البرمجيات، ونقصد نظام iOS ونظام الآيباد الجديد iPadOS وأنظمة التشغيل الأخرى، لكن تظل بعض الأمور معلقة وغير مؤكدة، والحديث هنا عن إمكانية إطلاق منتجات جديدة. وكما كان الحال مع مؤتمر WWDC 2020، سيعقد المؤتمر بالكامل عبر الإنترنت دون حضور جمهور. بداية سنشهد على الأرجح الإعلان الرسمي عن نظام iOS 15 للآيفون. في العام الماضي جاء نظام iOS 14 بإضافات عديدة مثل تخصيصات جديدة للشاشة الرئيسية وميزة صورة داخل صورة وواجهة سيري جديدة ومكتبة تطبيقات جديدة لتنظيم تطبيقاتك. لكن ماذا عن النظام الجديد؟ تشير الشائعات إلى أن iOS 15 سيسمح لك بضبط إعدادات الإشعارات بناء على نشاطك الحالي. مثلا يمكنك تخصيص إعدادات معينة للإشعارات عندما تكون في وقت العمل أو تقود السيارة أو تكون نائما. وسيمنح التحديث المزيد من التخصيصات والتفاعلات للأدوات أو الويدجتس، وسيضيف مميزات لتطبيق iMessage ليصبح منافسا أكثر لتطبيقات مراسلة أخرى مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر. وفقا لتقارير بلومبيرغ، أبل تعمل على قائمة جديدة في النظام موجهة للخصوصية ستسمح للمستخدمين برؤية وتتبع التطبيقات التي تجمع البيانات عنهم. وبعيدا عن الآيفون، تعطي أبل حيزا كبيرا من اهتمامها لنظام iPad الجديد iPadOS، والذي نتوقع أن يأتي بإصدار جديد تحت مسمى iPadOS 15. نتوقع أن يضم بعض الميزات القادمة إلى iOS 15، لكن يشاع أيضا تغيير جديد يتعلق بالشاشة الرئيسية، وتم نقله من نظام iOS 14 للآيفون. والحديث هنا عن القدرة على إضافة أدوات واجهة مستخدم أو ما يعرف بالويدجتس مثل تطبيق الطقس والوقت والملفات والاختصارات والخرائط وغيرها. Say hello to the new iMac. وإلى جانب iOS 15 وiPadOS 15، سيكون هناك تحديث لنظام macOS لأجهزة ماك وكذلك tvOS 15 لأجهزة أبل تي في. سيتم أيضا إطلاق نظام watchOS 8 لساعات أبل. ليس هناك أي تفاصيل مسربة حول watchOS 8، لكن من المتوقع أن تحصل من خلاله أبل ووتش على ميزات صحية جديدة. وبعيدا عن البرمجيات، لا تقدم أبل دائما أجهزة جديدة في مؤتمر WWDC، ولكن هذا العام من المحتمل أن نرى جهاز ماك بوك برو جديد. وفي تقرير صدر في 18 من مايو، قالت بلومبيرغ أن أجهزة ماك بوك برو الجديدة قد تصل في وقت مبكر هذا الصيف، مما قد يشير إلى الإعلان عنها في WWDC. كما أن هذه الأجهزة قد تحمل معالجات جديدة تفوق معالجات M1 القوية التي أعلنت عنها أبل العام الماضي. عموما يبدو أن أنظمة التشغيل لهذا العام لن تكون بهذه القوة ولن تحمل تغييرات كبيرة وثورية في شكل النظام ومميزاته، لكن لا ندري، ربما تخبئ أبل شيئا ما في جعبتها. علينا أن ننتظر ونترقب. انتشرت التفاصيل الأولى لمعالج كوالكوم الرائد القادم سناب دراجون 888 بلس. نستعرض لكم الآن أهم المميزات للكشف عن سرعة الهواتف القادمة. منذ أيام تقريبا ظهرت أولى التفاصيل المسربة حول معالج كوالكوم الرائد الجديد، وأغلب الظن سيكون اسمه سناب دراجون 888 بلس.
كما جرت العادة، حيث تقوم كوالكوم بإصدار نسخة محسنة من معالجها الرائد في النصف الثاني من العام، وتحديدا في شهر يوليو تموز. وتسربت صورة تعود لاختبار موقع جيك بنش الشهير، تظهر فيها مواصفات وأرقام نتائج اختبار معالج جديد من كوالكوم يتوقع أن يكون سناب دراجون 888 بلس. وكما نعلم معالجات كوالكوم تتكون من 8 أنوية مقسمة بين نواة واحدة تحمل سرعة قصوى للأداء العالي، وثلاث أنوية بسرعة متوسطة، وأربع أنوية مخفضة السرعة واستهلاك الطاقة. وبالعودة للمعالج الجديد، نجد التغيير الكبير مقارنة بسناب دراجون 888 المستخدم حاليا هو سرعة القصوى لنواة X1 الوحيدة، حيث تصل ل 3.0 جيجاهرتز مقارنة ب 2.84 جيجاهرتز في الطراز القديم. وتوضح الصورة أربع أنوية كورتكس A55 منخفضة الطاقة تعمل بسرعة 1.8 جيجاهرتز، وثلاث أنوية إضافية من نوع كورتكس A78 تعمل بسرعة 2.4 جيجاهرتز. ومؤخرا حصلنا على المزيد من المعلومات حول المعالج من المسرب الشهير إيفان بلس، حيث نشر تغريدة على حسابه على تويتر استعرض فيها تفاصيل جديدة. المعلومة المهمة تشير إلى أن المعالج سيكون مصنعا بتكنولوجيا 4 نانومتر، وهي الأقل على الإطلاق في الهواتف الذكية. سيعتمد المعالج على الإصدار التاسع الجديد من معمارية شركة ARM، والذي يركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والخصوصية، وسيحتوي أحدث مودم لشبكات الجيل الخامس X65 5G، الذي يوفر سرعات تحميل لاسلكية تصل إلى 10 جيجا بت في الثانية مقارنة ب 7.5 جيجا بت في الثانية على مودم X60 5G في سناب دراجون 888. أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات المعروفة بالجي بي يو والمسؤولة بشكل كبير عن أداء الألعاب، فتم ترقيتها من أدرينو 660 إلى أدرينو 730 دون معرفة التفاصيل وفارق الأداء. وأخيرا ستدعم شريحة المعالج بالطبع بلوتوث 5.2 وواي فاي 6E. وبطبيعة الحال يبدو مستقبل المعالجات واعدا، وعلينا أن ننتظر ونقيم أداء المعالج الجديد الذي سيتوفر في الهواتف الرائدة للنصف الثاني من هذا العام. أعلنت هواوي عن خطوة غريبة بالكشف عن تصميم الهاتف القادم B50، وربما تفعل ذلك لأول مرة. الآن سنخوض في تفاصيل التصميم، هيا بنا. بعد سلسلة من التسريبات حول التصميم المعتمد في عائلة الهواتف المرتقبة B50 من هواوي، لأول مرة تقوم الشركة بتأكيد التسريبات من خلال عرض لقطات تشويقية لأحد الأجهزة في مؤتمر الإعلان عن نظامها الجديد هارموني OS 2. تظهر اللقطات لمحة عن ظهر هاتف يأتي بتصميم كاميرا غير مألوف من قبل على شكل دائرتين بحجم ضخم كما بيّنت التسريبات من قبل. تضم الأولى ثلاث عدسات، بينما الثانية تضم عدسة بحجم كبير وفلاش. يظهر من الصورة أن عقد الشركة مع مطور الكاميرات لايكا ما زال مستمرا. بجانب ذلك يظهر من الكتابة المنقوشة أن أحد العدسات ستكون بفتحة عدسة 1.8 وأخرى 3.4. طبعا لم يسلم التصميم من سخرية مجتمع محبي التقنية على الانترنت بعد انتشار الصورة، حيث تبع الإعلان مجموعة من صور الميمز التي تسخر من شكل الكاميرات الذي ذكر الكثيرين بالبوتاجاز. لم تكشف هواوي عن مواصفات الهاتف بعد أو عن سبب المساحة الكبيرة المستغلة في الظهر من طرف الكاميرات. وأشارت التسريبات من قبل أن أحد العدسات على الأقل ستستخدم مستشعرا بمقاس إنش واحد، معلومة كافية لأن توسع بؤبؤ كل محب للتصوير وتجعله ينتظر الهاتف بفارغ الصبر. لكن حتى هذه الساعة لا توجد معلومات رسمية من الشركة تؤكد ذلك. لكن إذا كان الإعلان الغامض من الشركة يوحي لشيء، فهو أن هواوي ستركز على الكاميرات هذه السنة أكثر من أي إصدار سابق من سلسلة البي، سواء في الهاردوير أو السوفتوير. جدير بالذكر أن رئيس تنفيذي لمجموعة هواوي كونسمر بيزنس جروب ريتشارد يو قد أشار في مناسبة سابقة أن عائلة بي 50 سيتم الإعلان عنها هذا الربيع، وستكون عبارة عن تحفة فنية تجمع بين الجمالية وخفة الوزن والنحافة، دون معلومات عن موعد الإطلاق الرسمي للهاتف. وبعد معرفتك لتصميم الهاتف، هل اشتعلت فيك نيران الحماسة لانتظار الهاتف أم انطفأت؟ ونعود إلى شركة أبل، وهذه المرة مع التسريبات القوية التي انتشرت عن آيفون 30 القادم. سوف تسمع معلومة عن بطارية الهاتف لتقول وأخيراً فعلتها مع الآيفون. مع اقترابنا من الصيف الساخر تقنياً،
بدأت تكثر أخبار وتسريبات جهاز الآيفون الجديد، ومع كثير من التسريبات والأخبار الجديدة التي قد تكون حماسية. مؤخرا قام أحد المحللين التقنيين البارزين بتسريب بعض المعلومات عن جديد شركة أبل. توقع أن تصدر هواتف آيفون 13 القادمة مع حساس لايدر في كل النسخ، وكما نعلم فقد أدرجت أبل هذا الحساس في هاتف آيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس، وهو حساس متطور ثلاثي والأبعاد لقياس العمق، وله استخدامات أساسية في الواقع المعزز. التسريب الآخر يتوقع قدوم نسخ آيفون 13 برو وبرو ماكس بإصدارات تحمل مساحة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت، ولو صحت الأخبار ستكون أول هواتف من الشركة على الإطلاق بهذه الخاصية، وهذا يساعد كثيرا في الإنتاجية، خاصة أن هواتف آيفون لا تسمح بتركيب شريحة تخزين خارجية. لكن التسريب الأبرز الذي ظهر خلال هذا الأسبوع يوضح أن شركة أبل تستهدف تحسين أداء البطارية في أجهزة الآيفون، مزامنة مع الانتقادات التي طالت الشركة بعد تخفيض مساحة البطارية في عائلة آيفون 12 ما انعكس سلبا على عمر البطارية. هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها إشاعات حول زيادة ساعة البطارية، لكن الجديد هذه المرة أننا حصلنا على أرقام. وفقا لإشاعة قادمة من الصين، فإن هاتف آيفون 13 ميني سيحتوي على بطارية بسعة 2406 ملي أمبير، وسيحتوي آيفون 13 وآيفون 13 برو على بطارية تبلغ 3095 ملي أمبير، بينما سيأتي آيفون 13 برو ماكس الأكبر حجما بسعة بطارية 4352 ملي أمبير، وهذا يعني زيادة بنسبة 18% عن الجيل السابق في نسخة برو ماكس، وسيعزز بالتأكيد أداء البطارية خاصة مع المعالج الجديد A15 الذي يتوقع أن يكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 20% من سابقه. لكن هناك ضريبة لهذه الخطوة، حيث أشارت التقارير أن أبل ستتوجه لزيادة سماكة الأجهزة من أجل استيعاب البطاريات الجديدة، وهذا بالطبع سيؤثر على مسكة الهاتف ووزنه، أي أن الشركة عدلت عن خطوة تنحيف الهواتف في العام الماضي. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا عن رأيهم في فكرة تقديم شاومي لهاتف قابل للفك والتركيب. قال غالبية متابعي رقم تي في إن الفكرة تعد مثيرة لتجربتها بالفعل، فوصول هذا النوع من الهواتف قد يعطي تجربة جديدة كليا في سوق الهواتف، عادين أن قطعة الكاميرا هي أكثر الأشياء المنتظر أن يتم العمل عليها، حيث استخدام وتغيير العدسات إلى الجديد الاحترافي حسب الحاجة وبكل سهولة. أما الرأي الآخر فقد أعرب عن تخوفه من المتانة واستقرار حالة الهاتف، حيث عمليات الفك والتركيب المكثفة سوف تؤثر بكل تأكيد على الجهاز بشكل عام. أيضا يتوقعون أن يذهب السوق إلى لعبة جديدة في التسعير، حيث إنتاج القطع بدرجات من المتانة والقوة وبيعها بأسعار متفاوتة، وبذلك قد ينشط سوق الهواتف أكثر من أي وقت مضى. أما الأخير قال مازحا: تخيل أن تفقد قطعة من الجهاز. في الختام، لمن يود مشاهدة تقريرنا المفصل عن الجهاز يمكنك زيارة الرابط في الوصف أسفل الفيديو. والآن أهم الأخبار. شركة شاومي تعرض أحدث تقنيات الشحن السريع بقدرة 200 واط، وعرضت فيديو للشحن هاتف ببطارية قدرتها 4000 ملي أمبير، وتم الشحن بنسبة 100% خلال 8 دقائق فقط، و15 دقيقة مع الشحن اللاسلكي بقدرة 120 واط. تسريب مجموعة صور للعبة باتل فيلد 6 القادمة مع خرائط جديدة من بينها خريطة لأماكن في دولة قطر، وظهرت في الصورة طائرة هليكوبتر مروحية تحلق فوق اللاعبين مع دخان يتصاعد، وموعد الكشف الرسمي عن اللعبة يوم 9 من شهر يونيو الجاري. منصة فيسبوك تؤكد أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سوف يستمر سنتين على الأقل، ثم بعد ذلك سيتم التقييم. شركة مايكروسوفت تكشف عن مؤتمر قادم يوم 24 من شهر يونيو الجاري للكشف عن الجيل الجديد من نظام التشغيل ويندوز. علماء ينشرون هذه الصور ويقولون إنها الصور الأقرب والأكثر دقة للذرة، حيث تم عمل تقريب 100 مليون مرة للوصول إلى هذه الصور. ونختم مع هذا الخبر الغريب. أحد الأشخاص يعرض قطع الدجاج من مطعم للبيع على الإنترنت بسعر 40,000 دولار لأنها تشبه شخصية لعبة أمونج أس. الغريب أنها خضعت لمزاد علني وتم بيعها بمبلغ 99,000 دولار. لايك وشير لدعمنا، ولا تنسى مشاهدة باقي حلقاتنا. نلقاكم الأحد القادم، إلى اللقاء.